Hello students, how are you? Welcome in English class for grade 1. Welcome in Hibatullah School. Today we'll complete with unit 3. This is my notes with family and friends. فوق. يومي أول رح نكمل كتاب family and friends. الوحدة الثالثة. اليوم lesson number 4 هو song. اليوم رح ناخذ معاني vocab تاع الدرس song. Lesson 4. The first word we have is fingers. Fingers أصابع. شوفي أول عنا أكثر من إصبع صح؟ عنا 5 fingers. إذا حطينا أس الجمع. Fingers أصابع. Fingers أصابع. أصابع fingers هو الإصبع يا أول فقط. إذا fingers أصابع. The next word is hands. Hands يدين. يدين hands. إيد كلها مع الأصابع والكف اللي هون هاي كلها تعتبر يد. تمام يا أموال؟ نحن عندنا ثنتين يدين، حطينا نفس الجمع صارت hands يدين، hands يدين، يدين hands. نروح الكلمة الثانية عندنا eyes، عندنا بعض eyes عينين، eyes عينين، عينين eyes. Eyebrows حواجب، ننتبه لما الحواجب اللي فوق العينين يا أموال هذول اسمهم حواجب اللي هم eye pros eye عين pros اللي هم الحواجب بين فوق العينين eye pros حواجب حواجب eye pros eye pros eye pros حواجب برافو يا أول معي بتعيدوا عندنا shoulders 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 كتفان هاي أول كتف اللي ماسك الولد شوفوا هذا كتف وهذا كتف إذا shoulders كتفان كتفان shoulders هيك يا أول أخذنا كلمات جديدة من أعضاء الجسم غير اللي أخذناهم بالدرس أول lesson number 1 هذول كمان أعضاء جسمي مهمات لازم نعرفهم نستخدمهم في حياتنا اليومية see you in the next video goodbye